نكرم اللحظة المرحوم أو الراحل عبد الرحمن الشيخ. من لا يعرف عبد الرحمن الشيخ، عبد الرحمن الشيخ هو رجل تعليم درس الكثير من الأجيال، رجل الرياضة. عبد الرحمن الشيخ رحل عنا ولكن لا زال يسكن قلوبنا. عبد الرحمن الشيخ هو أول من حصل على الدرجة الرابعة في المغرب في رياضة الشوتوكان، أول من فتح نادي الشوتوكان بالإقليم. عبد الرحمن الشيخ كان من الحكام الذين حكموا مجموعة من المباريات الدولية، والذي ساهم بشكل كبير في مجموعة من المحافل الرياضية. عبد الرحمن الشيخ وأنت غائب عنا لكن حاضر في قلوبنا. عبد الرحمن الشيخ إن نسيك أهل التعليم فنحن أبناؤك، فنحن حفدتك، لن ننساك، لا تزال في قلوبنا. عبد الرحمن الشيخ ترك لنا أجيالا وترك لنا شابا سطع اسمه كذلك في الرياضة منذ سنين، وهو الآن من ساهم معنا في إنشاء هذه التظاهرة الرياضية، وهو صاحب شركة HM Event منعم الشيخ. نبغيكم تشكروا ليه بحرارة. عبد المنعم الشيخ هو كذلك من ينظم المهرجان المتوسطي بكورنيش النابور. يتفضل السيد رئيس مجلس البلدي بتقديم درع التظاهرة الرياضية الدولية خلال لحفيد الراحل عبد الرحمن الشيخ. صفقتكم بحرر كأس التظاهرة الرياضية لزوجة الراحل عبد الرحمن الشيخ نزيهة الزغالي. وجه الراحل عبد الرحمن الشيخ رحمة الله عليه. كان بكاء زوجة الراحل عبد الرحمن الشيخ. نقفل الموسيقى رجاء اللحظة. سورة الفاتحة ترحما على الراحل عبد الرحمن الشيخ. ألغى سورة الفاتحة مرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مشجع هذه الرياضة بطل كذلك في